السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم شباب؟ إن شاء الله تكونوا بألف خير. ورجعت لكم نشوفكم مقطع جديد. هسا عندنا التحدي من تحديات الرقاقات الشاملة. وقبل روح المقطع يا شباب، لا تنسوا تدعمونا من خلال الضغط على زر الاشتراك، لايك المقطع وفعل الجرس. خلينا نبلش على طول. وعندنا التحدي يا شباب اللي هو مطلوب منك، بحكي لك اجمع الرقاقات الشاملة في بحيرة الغنائم. كعك تيجي تزعم معي منطقة بحيرة الغنائم. هاي عندنا اسمهم في ثلاث مواقع، اول موقع راح يكون عندكم هون. هسا بقول ليش قاعد بتبني؟ لان فايت معمل معارك، تمام؟ معمل معارك تقدر فيه تبني. هنروح هسا على السريع سريع سريع من هون. هسا راح تيجي تلاقي الموقع الثاني، خروح عليه. اي هون راح يكون الموقع الثاني، حطك عليه علامه وراح ارجع احدد لك عليه عشان تتاكد منه بالضبط 100%. وزي ما حكيت لكم انا يمكن باقي المقاطع اللي قبل انه هاي المواقع صحيحه 100%، تمام؟ فبتيجوا عليها وراح تيجوا بتلاقوها. انا بس انا هاي مجهزه تسريبات. هسا روح الموقع الثالث مع بعض. تيجي من جنب هاي الشجره اللي هون شايفينها، هاي الشجره تيجي من هون، راح تلاقوا هسه هون الموقع الثالث. وخلينا المقطع واحنا رايحين نحط الموقع الثالث، هي هون راح يكون. فهيك شباب وهيك الشباب كان لنا هذا المقطع لليوم. لا تنسوا تدعمونا من خلال الضغط على زر الاشتراك، لايك المقطع وفعل الجرس. وخلينا نشوفكم فيديو مقطع جديد. مع السلامه. مع السلامه. هيك مع السلامه. بيس.